إذن سيد جمال، الرئيس أثنى على مخرجات الحوار الوطني الحزمة الأولى، كيف تابعتم هذا وإلى أي مدى يحفزكم على إخراج المزيد في المرحلة المقبلة؟ يعني كعادة السيد الرئيس في دعم الحوار الوطني والمبادرة ومن أن أطلقها في إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل 2022، الدعم مستمر من السيد الرئيس. تابعنا ذلك في أكثر من يعني استجابة، سواء الإفراجات التي كانت مستمرة منذ إطلاق المبادرة وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، أو في الاستجابة الفورية والسريعة لمشروع الإشراف القضائي واستمراره لمدة 10 سنوات أو تجديده أيضا، وفيما يتعلق أيضا ب يعني بعض القرارات الاقتصادية وغير ذلك. اليوم في بني سويف الحقيقة يعني استهلال السيد الرئيس حديثه بالإشادة بمخرجات الحوار الوطني، إيمانا من الرئيس بحيوية المجتمع وحيوية المصريين وثقته الكبيرة في كل التيارات الوطنية السياسية في التقدم الحضاري والنهوض بهذه الأمة الكبيرة، وبالتالي انعكس ذلك على كل الفاعلين في الحوار الوطني والقائمين عليه، ويعني ثمنوا هذا الكلام واعتبروه مزيد من الطموح والأمل في استكمال، خاصة أنه السيد الرئيس أكد وأشار على أنه هذه المخرجات ونجاحها يعني تشجع على استمرار الحوار كمبادرة، أو هذا أمر طيب ترسيخ فكرة وثقافة الحوار. القائمين على الحوار الوطني تلقفوا هذه الكلمات بفرح شديد جدا، بثقة تزداد يوما بعد الآخر، فإن مجهود كل هؤلاء خلال الفترات الماضية وخلال ما يقرب من يعني 70 جلسة عامة، غير الجلسات المتخصصة، غير جلسات المجلس الأمناء، يعني ألقت بثمار طيبة لدى صاحب المبادرة، وبالتالي وضعت الجميع أمام مسؤولياته في الحرص الشديد على تقديم مجهودات أكبر تصب في النهاية لصالح المواطن. في الحقيقة هذا الكلام في وسط يعني لقاء السيد الرئيس بأبنائه في بني سويف يعني يؤكد اهتمام السيد الرئيس بالمواطن بشكل حقيقي، وأن كل ما يناقشه الحوار الوطني من قضايا يصب في مصلحة المواطن المصري. وإذ ما وضعنا إشادة السيد الرئيس الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني بجانب حزمة القرارات المهمة التي يعني أصدرها السيد الرئيس اليوم والتي تتعلق بالمواطن أيضا، سواء المعاشات أو الحد الأدنى للأجور أو الإعفاء الضريبي أو إعفاء الفلاحين، شرائح عديدة شملت بهذه القرارات. يعني كل هذه القرارات المهمة يعني تؤكد أنه كما ذكر السيد الرئيس أنه يسمع المواطن المصري ويحلم بنفس أحلامه، وبالتالي هنا نحن أمام قيادة سياسية تبذل كل ما تملك من أجل تقديم كافة التسهيلات للمواطن ورفع المستوى المعيشي. وقد أشار النهاردة السيد الرئيس الحقيقة، وكان يعني خطاب صادق وكلمات صادقة ومن القلب، انه السيد الرئيس لن يتاخر كلما توفرت له الفرصه في تقديم الدعم للمواطن لن يتاخر، ولكن يعني الرئيس اكد تقديره للازمات الاقتصاديه التي يمر بها المواطن وهي انعكاسات بالفعل لما يحدث في العالم بشكل عام، سواء الحرب الروسيه الاوكرانيه او يعني جائحة كورونا من قبلها وغيرها، وتداعيات ذلك على التضخم الذي ضرب العالم بشكل عام. ولكن الرئيس كان حريصا وبدا واضحا، يعني حوار الحميمية وحوار الصدق وحوار
الأب لأبنائه كما ذكرت لحضرتك، وفكرة أنه الرئيس حريص بشكل حقيقي على أنه يدعم المواطن في كل المستويات. وهذه القرارات النهاردة الحقيقة حتى فيما يتعلق بدعم الجماعة الصحفية وبدل التكنولوجيا وإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة، يعني ده يدل على اهتمام السيد الرئيس بالجماعة الصحفية وأهميتها وما لها من دور فاعل يعني تقوم به داخل المجتمع، وهو دور بناء بالتأكيد. وبالتالي هنا يعني هذه البانوراما التي عشناها اليوم تؤكد أننا أمام ثمار حقيقية للحوار الوطني من جانب، وثمار حقيقية خلال الفترات المقبلة من جانب آخر كما أكد السيد الرئيس. وأنا يعني أختم معك يعني طبعا بلفظ بانوراما وقطف ثمار الحوار الوطني أو حتى هذه القرارات التي يتخذها الرئيس. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.